أشرف اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد بالمدرسة الوطنية للإدارة بالعاصمة، أشرف على مراسم تخرج الدفعة 49 التي حملت اسم الشهيد عباس الغرور المتكونة من 84 تلميذا، حيث كرم الوزير الأول الخمسة الأوائل. تعد هذه المدرسة خزانا للنخبة في تخصصات الاقتصاد والمالية والتدقيق والإدارة العامة والعلاقات العامة والتعاون وتخصص الجامعات الإقليمية. حفل التخرج حضره أعضاء من الحكومة ومستشار رئيس الجمهورية إلى جانب الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.